المسيح مع القطاعات والهيئات المعنية التي في الهيكل التنظيمي. عندنا مديرية مكلفة بالطفولة بأوليائهم بمنحة، هذه المنحة قد تم من فضلك خويا زيد فضلك نشرف اليوم على الوقوف على مدى سير العملية التضامنية بالنسبة لتوفير اللوازم المدرسية للعائلات لتلاميذ المنحدرين من العائلات المعوزة. وطبعا قطاع التضامن الوطني معتاد على الإشراف على هذه العملية وفي أوقات مبكرة من أجل وصول هذه الإعانات والحقيبة المدرسية إلى مستحقها قبل شهر من بداية الدخول المدرسي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. طبعا العملية أيضا بالنسبة للحقيبة المدرسية تحوي أيضا الحقيبة المدرسية المكيفة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانت الإعاقة البصرية أو الإعاقة السمعية أو الإعاقة الحركية أو الإعاقة الذهنية. عدد الحقائب المدرسية إلى غاية يعني اللحظة ما يزيد عن 180 ألف على المستوى الوطني كمرحلة أولى، والعملية لازالت متواصلة بالتنسيق مع قطاع التربية وقطاع الداخلية وبالارتكاز على التحقيقات الاجتماعية اللي تقوم بها الخلايا الجوارية للتضامن.